اهلا بحضراتكم من جديد. وبنفتح ملف الطاقه وتعدد مصادر الطاقه في مصر بديل عن الطاقه الكهربائيه اللي تكلفتها عاليه في الفتره الحاليه نظرا لارتفاع الوقود على مستوى العالم. خلينا نرحب بدكتور سامح نعمان وهو استاذ الطاقه وخبير في هذا المجال. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. لو اتكلمنا عن مصر تحديدا وقوتها في عمليه مصادر الطاقه المتعدده في الطاقه الجديده والمتجدده، نقدر نصنف مصر في الفتره الحاليه قد ايه؟ مصر على مستوى الشرق الأوسط من الدولة تعتبر الأولى في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة المياه، لأن إن شاء الله في خلال سنة في محطة اللي هي في جبل عتاقة دي طاقة مائية، إحنا بنرفع المياه بالطاقة الشمسية فوق جبل عتاقة، في خزان صناعي بتنزل على 8 محاور بتديني 2.4 جيجا وات. فإذا إحنا الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. هل الطاقة البديلة اللي عندنا من هذه المشروعات اللي يمكن يعني الفترة اللي فاتت اتمنا بيها، هل تقدر تكون مصادر بديلة عن مصادر الطاقة الكهربائية؟ حضرتك احنا ممكن ناخد الطاقة البديلة تغطي جمهورية مصر العربية بالكامل ونصدر منها لو أخذنا مساحة من جمهورية مصر العربية 5% من مساحة جمهورية مصر العربية هتديني 50 جيجا وات ساعة. فترة النهار أغطي مصر بالكامل احنا بناخد 37.5 جيجا والباقي أقدر أصدره، يعني هيبقى عندي حوالي 12 جيجا متبقي. ليه بيقال إن الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ده مكلف جدا وما بيقدروش يعني كان بمعنى بمعنى إن أنا سنة 3 4 سنين 5 سنين فاتوا كان كيلو وات بيوصل ل 500 $600 كيلو وات عشان أعمله طاقة شمسية ترن كي. النهارده بعمله ب $300 والدول بالذات الصين اكتر دوله بتعمل انتاج لمحطات الواح طاقه شمسيه الفوتوفولتك، فاذا الانتاج كبير والاستهلاك قليل لما بدا يزيد بعد حرب اوكرانيا. يعني نقدر نعمل شبكه طاقه شمسيه على اي عماره في بيت في مصر؟ لا حضرتك دي يقدر يمد كل شقه بما تحتاجه من طاقه. هي دي تفرق عن الدوله. بمعنى ما هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، لان طبعا بيبقى في عبء على الدوله في عمليه انها توفر احتياجات المواطن بالنسبه لما يحتاجه من الطاقه لتشغيل احتياجاته اليوميه، وفي نفس الوقت تواجه جزء من الطاقه اللي خاصه بيها في خاص بالاستثمار يعني في مجال القطاع الخاص او في العديد من القطاعات اللي بنحتاجها. حضرتك احنا في شقين، لو الدوله هي اللي بتعمل المشروع الدوله كسبانه مضاعف، لان هي بتحسب الغاز اللي طالع من عندها بتوفر فادي سعر، والطاقه اللي منتجه وبتباعها ادي سعر تاني، يبقى بتكسب في الكيلو وات مرتين، سعر الغاز اللي هي كانت هتعمله بتوفره والكهرباء اللي بتباعها ده سعر تاني. ده كدوله. انما كمواطن انا بوفر الكهرباء اللي انا بشتريها من الدوله بس، والدوله هي بتوفر الغاز. يبقى اذا لو الدوله عملت للمواطن الدولة بتكسب والمواطن في نفس الوقت بيكسب. ده بالنسبة للطاقة الشمسية؟ للطاقة الشمسية على مستوى الدولة. يعني لو الدولة عملت زي أوروبا ما عاملة، يعني إنجلترا ألمانيا أمريكا كمان عاملة، بتدفع حق المحطة فوق البيوت بالكامل وهي اللي بتاخد منهم اقساط الكهرباء بدل البنك. بس ده كان مشروع موجود في يعني كان مطروح على يعني في بالنسبه للحكومه لكن لم يتم بعد، اعتقد في معوقات بهذا الصدد. لا ما فيش معوقات، احنا قايلين الكلام ده من 2012 ان البنوك تتبنى هذا الفكر والبنك هو اللي يمول المحطات اللي فوق البيوت. وبعدين المواطن يروح يدفع بدل ما بيدفع فاتوره الكهرباء الجزء اللي استخدمه بيدفعه قسط للبنك. بعد ست سبع سنين هيبقى الحاجه ملك المواطن والبنك خد فلوسه، وبعد كده من بعد بس يبقى الحكومه محتاجه خطوات اسرع في هذا الاطار لانه غير معلوم عند كل المواطنين. ما كان في فرصه فيها الاستثمار كدوله في فكره تعميم فكره شبكات الطاقه الشمسيه على ما هي دي حضرتك العماير والبنايات. ما ده فكر دوله، وهي زي حضرتك ما البنوك مش البنوك بتبيع عربيات بقسط، تتبنى هذا الكلام، ولو تبنته في افاده رباعيه للمواطن
بعد 6 سنين الكهرباء عنده ببلاش، البنك استثمر فلوسه، الدولة وفرت حتى الغاز، حتى القسط هيبقى بثمن الثمن اللي بيدفعه كل شهر في الكهرباء، في الطاقة الكهربائية. طب خلينا نشوف كمان ايه مصادر تاني الطاقة اللي عند مصر؟ في طاقة الرياح، طاقة الرياح، بس طاقة الرياح احنا بنستغلها استغلال ضعيف، لان الموجود من طاقة الرياح هي خليج الزيت وراس غارب والمنطقة اللي هناك وغرب اسيوط ومنيا وسوهاج، دول اللي متوفر فيهم طاقة الرياح. سرعة الرياح حوالي من 10 ل 15 متر في الثانية لمدة 3 شهور بس في السنة، 3 4 شهور ليس أكثر من ذلك، مع أن المفروض هي بتشتغل طول السنة، بس عشان عدم توفر سرعة الرياح في الفترة دي فهي بتستخدم 3 4 شهور بس. ده النوع التقليدي من طاقة الرياح اللي هو اللي موجود الثلاثة ريشة. في نوع تاني ده بيحتاج سرعة رياح 6 متر في الثانية بس، ده ممكن يشتغل في مصر ال 24 ساعة طول السنة، فده لو استخدم هيوفر عندي طاقة فظيعة جدا. الطاقة النووية من محطة الضبع، هل دي ممكن تفيد كمصدر من المصادر اللي ممكن تدي طاقة؟ طاقة نووية طاقة ممتازة، هي طاقة نظيفة وليست متجددة. طاقة نظيفة لأن كل كيلو وات من الطاقة النووية بيديني انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حوالي 15 جرام ثاني أكسيد كربون. تمام؟ فدي طاقة نظيفة ورخيصة وهتدي حوالي 4.8 جيجا وات، فدي فعاله ودي كويسه جدا. طبعا هو المشروع هينتهي في 25، هيبدا الانتاج 25، هيبدا الانتاج المرحله الاولى 25، وبعدين ديت مستدامه. ده اللي ممكن يخفف العبء على، لا هو بيخفف على الدوله في الفتره القادمه من حكايه عبء شراء الوقود لكضخها في محطات الكهرباء. حضرتك خدي اي طاقه انت بتحتاجي لها وقود فهي ليست مستدامه، لان هناك في مشكله في الوقود انت ما تعرفوش بكره شكله ايه. انما الطاقه الوحيده اللي انت ما بتدورش فيها على وقود هي الطاقه المتجدده، سواء رياح او شمسيه او ميه، دول بتوع ربنا. انما طيب كان في مشروعات يعني استحدثت في كوب 27 لما عملنا اتفاقيه مع النرويج اعتقد، النرويج اعتقد في مجال الهيدروجين الاخضر. وصلنا في فين؟ هي شركه اسكاتك النرويجيه هي اللي شغاله، وهي اللي خدت الاتفاقيه بتاعه المانيا اللي اهتمت من حوالي شهر ب 397 مليون يورو، وهي اللي هتنفذ وهتبتدي تنتج امونيا خضراء، هتصدر امونيا خضراء ابتداء من 2027 حتى 2033. هي دي الوحيده اللي بدات تشتغل في محور قناه السويس، وديتهم 4 شركات اشتركوا في مشتركة، بدأت بالفعل هتبدا 27، بس خدت العقد بتاعها من حوالي شهر ب 397 مليون. طب ايه يورو مستقبل الهيدروجين الاخضر والاستثمار في هذا المجال؟ هو اللي جاي كمصدر من مصادر الطاقه، اللي مش هيبقى عنده هيدروجين اخضر بعد كده هيبقى بالظبط كده دوله لا تعتمد وهتعتمد على الطاقه الاحفوريه، هتبقى بتعتمد على شيء ضار بالنسبه لها. اولا يعني احنا شايفين المشاكل الجيوسياسيه في نقل الهيدروجين، في نقل الوقود والتجاره، اللي عنده امكانيه ينتج هيدروجين اخضر عنده يمتلك الطاقه في السنين القادمه، الطاقه النظيفه في السنين القادمه بكل اشكالها، سواء بقى لان الهيدروجين هيدخل في الامونيا الخضراء، الامونيا الخضراء دي بتستخدم بقى في جميع انواع الطاقه، في السيارات وفي المراكب وفي المصانع كثيفة الطاقة، فهي عماد رئيسي للطاقة في الأيام القادمة. وعشان كده أوروبا بتجري على الدول اللي عندها الإمكانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وبتعمل عندها المصانع لحسابها، يعني كأنها بتعمل كده، بتعمل برميل بترول في الدول التانية عشان هي تبقى ضامنة ان الطاقه دي جايه لها في كل وقت. طب لو احنا بندور على الاستثمار بقى مش بس احتياجات المواطن اليوميه من الطاقه، الاستثمار بقى في خصوصا في عمليه التنميه، هل مصادر الطاقه البديله بتفيد الاستثمار؟ طبعا. يعني يقدر مثلا صاحب مصنع يعتمد على الطاقه طبعاً البديله؟ طبعا، ويقدر يعتمد عليها ال 24 ساعه لو استخدم الصبح الطاقه الشمسيه وبالليل استخدم طاقة الملح اللي بتيجي من الطاقة الشمسية الحرارية. يقدر يطلع طاقة كهربائية، لأن في دول كتير بتشتغل يعني نقول المغرب. المغرب بتنتج طاقة كهربائية عالية جدا لإنتاج الهيدروجين من الطاقة الحرارية باستخدام الملح. يعني المغرب بدأت في مجال الاستثمار في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر قبل مصر؟ لا، مع مصر بس بدأت أسرع. الإمارات عندها محطات إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الملح. فاحنا لو استخدمنا الملح مع الطاقه الشمسيه هنوفر الطاقه الكهربائيه ل 24 ساعه، سواء للمصنع، للبيت، لاي مكان، للدوله ممكن نعمل الكلام ده،
ونبعد عن الوقود الأحفوري وعن المشاكل اللي احنا نستورد وقود. ايه مصادر الطاقة التانية اللي ممكن يعني يستحدثها او ندخلها في سكادجول الدولة انها تهتم بيها دلوقتي؟ يفضل غير الهيدروجين. لا، يفضل دلوقتي الاعتماد على الطاقة الشمسية على الأقل في خلال السنة دي ينتج لا يقل عن 3 جيجا. لو أنتجنا 3 جيجا في السنة دي هنشيل 8% من العبء على الشبكة اللي هي فيها احنا دلوقتي، اللي هي المشكلة اللي احنا عايشينها دلوقتي. يبقى احنا لو عملنا 3 جيجا شلنا 8% من مشاكل الشبكة. يبقى إذن السنة الجاية ما عندناش بقى لا مشكلة وقود ولا مشكلة أي حاجة. طب إيه التحديات اللي بتواجه مصر في عملية الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة؟ الماليات فقط. ماليات فقط. طب وشراكات من خلال مؤسسات مالية؟ خطأ. خطأ، لازم الوزارة الكهرباء هي اللي تقوم بهذا الكلام، لأن أو القطاع الخاص اللي بيحتاج القطاع الخاص الطاقة. يكون تبع الدولة، لأن الكهرباء من الحاجات الاستراتيجية اللي ما اديهاش لأي حد يتحكم فيها. يعني لو أعطيتها للقطاع الخاص النهاردة بيبيع لي بجنيه، لو جالي بعد 4 5 سنين وبيع لي ب10 هقدر أتكلم معاه؟ مش هقدر أتكلم معاه. إنما هي سياسة الدولة، لازم تكون هي في قبضة الدولة. فكرة القطاع الخاص لما يدخل في الاستثمار في هذا المجال للتنفيذ وليس للتمليك. للتنفيذ وليس للتمليك، يعني للإنشاء وليس للتملك. اي طبعا، انا بشكر حضرتك على وجودك معايا واستوضحت لنا يعني ثروه مصر حقيقيه من عمليه مصادر بديله للطاقه المتجدده. بشكر حضرتكم. هنشوف فاصل تقرير ونرجع نكمل حلقتنا ونتكلم فيها على انقطاع الانترنت لمده يوم واحد، ما هي الدول التي يعني بالفعل خسرت اموال كثيره في هذا او بسبب هذا الحدث، في نفس الوقت ايه المفروض التحديات اللي بتواجه الدول لتامين المعلوماتيه لو بالفعل تعرضت شبكتها لهذا الحدث.